لو بكره نهايه العالم اتمنى ان مرسي ينجح ان شاء الله. اتمنى من الرئيس مرسي انه يتقي الله في شعبه ويتقي الله في المصريين اللي انتخبوك، عندهم امل كبير في انه ياخد باله من الناس البسيطه. لو بكره نهايه العالم نقول رئيس مرسي اعدل، خلي ربنا يعدلها معاك، محدش هيوريك يوديك في ده غير الاخوان، سيب الاخوان وانت ترتاح. لو بكره نهايه العالم كما يزعم، احب اقول له ان احنا انتخبناك عشان مصر تبقى احسن مش مصر تبقى وحش. احب اقول له اتقي الله في المصريين وشوف الناس البسطة. الرئيس مرسي اتقي الله فينا واعلم ان في يوم من الايام هتتسأل عن الرعية دي، لانه احنا حسبناكم تقاه، فربنا ييسر وتبقى تقي زي ما احنا احتسبناك. بناشد الرئيس مرسي ان هو يعني يخف علينا، ويعني حرام اللي بيعمله فينا ده. انا من ساعه ما هو مسك الحكم انا مش شايفه ان في اي حاجه جديده، رغم ان هو كان مدينا كلام ووعود ووعود كتير جدا، شفناش اي حاجه اتنفذت. احب اقول له ان يتقي الله في الشعب بتاعه، لو كان ربنا سبحانه وتعالى رايد لنا الخير في البلد ده يتقي الله في بلده ويتقي الله في الشعب، ويبقى كرئيس دوله زي عبد الناصر والسادات. بقول له خساره ان العالم هينتهي ومصر خلاص للاسف هي كمان انتهت.